والله يا أخوة أعداء الإسلام لا يخافون من الذين يرقصون في المساجد ويغنون ويضربون على الدفوف، يزعمون أنهم يذكرون الله، ما يخافون منهم. الاستعمار الذي هو الاستخراب دخل دول المسلمين وهؤلاء الدراويش يرقصون في المساجد، ما كانوا يخافون منهم. الخوف من التوحيد وأهله، ولذلك الناصح لأمته يسعى لدعوتهم إلى التوحيد، لا من أجل أن يحقر أحدا، لا والله، لكن من أجل أن يحقق حق الله. إن أخلصنا في دعوتنا واجتهدنا في الدعوة فإن الأمة قريبة من الخير. الناس مشكلتهم في قطاع الطرق الذين يقفون على المنابر ويقررون الشرك ويقررون البدع، لا كثرهم الله، والناس مساكين. ذكرت لكم يا إخوة مرة أني ركبت مع سائق سيارة أتجول فيه في مدينة من المدن ومعي مترجم، قال يا شيخ كان الشيوخ الكبار يقولون لنا أشياء ما يصدقها عقلي، لكن ماذا أفعل؟ أنا مسلم، هذا الإسلام، هذا الذي بلغه. يقول حتى جاء فلان من خريج الجامعة، كان زميلا لي في الدراسة، فبدأ يعلمنا ويقول قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فارتاح قلبي. يقول أول عقلي ما يصدق الذي في قلبي، لكن هذا الإسلام. فلما جاء هذا الداعي الذي يدعو بالكتاب والسنة وعرفت التوحيد ارتاح، وكفرت بما يقوله أولئك الشيوخ مما يخالف الكتاب والسنة. الأمة قريبة من الخير، لكن للأسف يا إخوة أن قطاع الطرق أولا حالوا بين الأمة وبين الموحدين بالتهم، ومعروف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الباطل يحولون بين الناس والحق بالتهم. كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن يأخذ عن اليهود والنصارى، وهم يعرفون أنهم يكذبون في هذا، لكن حتى يحولوا بين القبائل والرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا اليوم يطلقون الدعايات أمام التوحيد والألقاب وهابية، حتى أن أحدهم والعياذ بالله لما ذكرت له آية قال هذه آية وهابية، لأنه ما يستطيع أن يرد دلالة الآية، فوصف الآية بكونها وهابية حتى يصرف الناس. واليوم اخترعوا شيئا جديدا، قالوا إسلام سعودي، يثيرون النعرات في القلوب، أنت مصري كيف تأخذ بالإسلام السعودي؟ ويأتي جاهل يقابلهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سعودي. الإسلام قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما فهمه الصحابة، ما جاءنا من هذا قبلناه ووضعناه على رؤوسنا. هكذا يا إخوة، لكن يريدون الحيلولة بين لما رأوا التوحيد انتشر والنساء يتنقبن ويغطين وجوههن ويتسترن ولا يحبن ولا يحببن مخالطة الرجال المحرمة و كيف يفعلون؟ ما يستطيعون أن يأتوا بحجج. قالوا إسلام سعودي من أجل أن يحولوا بين هذه الأمة المباركة وبين التوحيد. المسلمون، نحن المسلمون، ما يصلح الاختصاص هنا، نحن المسلمون. هذه الدول التي وجدت اليوم لها أحكامها ومقامها، لكن هذا لا يخرجنا من الدائرة العظيمة. أنا أخوك وأنت أخي، أنا أحب الموحد في أفريقيا وأبغض من يشرك بالله ولو كان بجوار بيتي، أنا أحب المتمسك بالسنة في أوروبا في أمريكا. نحن أمة واحدة، ديننا واحد، مصادرنا واحدة، ما تفرقنا إلا لما تركنا مصادرنا الأصيلة، وقعنا في البدع. فالأمة لابد أن نعيدها إلى التوحيد بالرفق واللين والكلام الطيب والبرهان الصادق، وأن نصبر، لابد أن نؤذى. ما سلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول وأنا على يقين مما أقول إن هذا التوحيد لا يمكن أن يقوم إلا بالإخلاص من الدعاء. لابد أن يكون الداعي للتوحيد مخلصا لله، صابرا على الأذى، رحيما بالناس، رفيقا بهم. إذا تكلم تكلم بالبرهان، نوع أسلوبه وقوى أسلوبه، لعل الله أن يهدي من يسمعه. وأنا قلت لكم وأقول يا إخوة، والله أنا زرت الدول الإسلامية قبل ما يقرب من 28 سنة، زرت كثيرا من الدول، والآن أزورها ولله الحمد والمنة ترى الدعوة، دعوة التوحيد منتشرة. يعني في بعض البلدان ما كنت ترى رجلا يعفي لحية، بل يسخرون ممن يعفي اللحية، حتى كبار السن يسخرون ممن يعفي اللحية. ما ترى امرأة تلبس عباءة أو تتنقب ويسخرون، يقولون خيمة. ثم بالعلم بفضل الله عز وجل من قبل ومن بعد بتوفيق الله انتشر تمسك الناس بما جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشر التوحيد، انتشرت السنة، بدأت ترى نور السنة في البلدان. لكن
أعداء هذا التدين لما رأوا هذا وتنبهوا تنادوا إلى الوقوف في وجهه، وأحدثوا أشياء كثيرة، منها أنهم يشغلوننا عن دعوتنا بأمور ينبغي أن نترفع عنها، منها أنهم يفرقون صفنا كما تقدم معنا. فالشاهد يا إخوة أن هذا الأمر عظيم، إذا علمنا أن أولئك قد جهلوا فما بالك بمن بعدهم. ولا ينبغي أن نستسلم للدعوة الباطلة أن الأمة ليست بحاجة للدعوة إلى التوحيد. نعم.